أني المهندسة الويزة عزيز المولى من جوازات الموصل، تابعة المديرية الجنسية جوازات نينوى. هاي صار لي سنة وشهرين من سجلت المباشرة برطلة، ونحن كنا كلش متفائلين، حررتنا القوات الأمنية وعلى راسنا وأولادنا وأبنائنا، ونفتخر بيهم، خلصونا من طغيان داعش المجرم الإرهابي اللي 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 سوى بينا أشياء ما تجي على بال البشر. ها بالأخير نحن يعني من طلعنا سوينا المباشرة، والله العظيم أني أمشي عجزة مال دواعش، بيتي بحي زهور قرب سيدة الجميلة، رحت مشي إلى يم جوك جلي، وبعدين سيارة ما دايرة نقلتني لي برطلة، وكلش فرحانين ومتفائلين، حررونا وخلصونا من طغيان داعش وسوينا مباشرة. وهاي سنة وشهرين ولي حد الآن ما داومت، يومية أراجع يقولون غدا وبعد غدا وشهر. يابا ليش؟ نحن مدنيين، نحن أشنو ذنبنا؟ نحن كنا محاصرين ما قدرنا نطلع، وين نطلع؟ نحن نعتزم مدينتنا، ومن احتلنا داعش قالوا شهر شهرين وراح نحرركم، يومية تحشد القوات ونسمع ونتابع الأخبار. إني أحد منتسبين الشرطة الاتحادية لواء حزام نينوى الفرقة الثالثة. بعد ما دخول داعش إلى المدينة تهجرنا من جميع المناطق، وقاموا الدواعش بشعل بيتي، وقمت بعون أربع شباب من اليزيدية هربتهم. أثناء ما رجعت أكو مخبر بالمنطقة فأخبر علي وشعلوا البيت مالي، وحاليا أنا مهجر، وهاي المعاملة مالتي، بيت ما عندي، أنا وأطفالي مهجرين. وقاعد طالب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا أعرجي هذه الحالة اللي مريت بها أنا، وهسه حاليا مشرد. أنا أحد الشرطة الاتحادية، أناشد وزير الداخلية وعبد الرحيم الشمري ورئيس الوزراء، يعني احنا كله ممنونين ان كان يرجعنا، لان احنا مظلومين. احنا الشرطه المفصولين، الشرطه المحليه، انا من 7/4/2005 منتسب الشرطه المحليه، وبعد الى ما دخل تنظيم داعش الارهاب واحتل الموصل سقطت على يدنا، وبعد ما قدرنا نطلع على خارج المحافظات، اكثر ربعي طلعوا على خارج المحافظات، من ناحيه النمر يهربون، من ناحيه القواري يسجنون قوات البيشمركه، ولا يزال هم اكو ناس مسجونين عند البيشمركه، واكو ناس طلعوا من البيشمركه مسجونين ما لحقوا بالعفو يرجعون الى مسلك الشرطه، وحاليا هم بالحشد بدون راتب. واحنا نناشد دوله رئيس الوزراء حيدر عباده المحترم، وناشد وزير الداخليه، وناشد نايف الشمري والاستاذ عبد الرحيم الشمري، وانا هذا بيتي. تنظيم داعش فجر بيتي، وهسه احنا لا بيت ولا شو، مفصولين من الشرطه. نطالب رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالنظر الى قضيه الشرطه المفصولين، وكذلك الدفاع اخوتنا هم نفس الحاله. احنا كنا نخدم هذا البلد بدمائنا، وانطينا شهداء، وانطينا جرحى، وانطينا معوقين، وانطينا وتهجولنا وتشردنا زين، وعشنا 3 سنوات من الرعب. تاليها احنا فصلونا، احنا لا صوت ولا ذنب. القاده باعتنا، احنا مو متخاذلين، القاده خذلونا زين. هاي العالم مو متخاذلين، هاي الكل قاتلك بال 2004 2005 وقت العالم ما حد يقدر يطلع يمشي بالشارع، هاي تقاتل بالشارع زين. الكل تشهد، اهل الموصل يشهدون على كلامي. ايش ذنبهم تفصلوهم؟ ايش شنو ذنبهم؟ اخي احنا ظلينا بقينا قعدنا لا مديرية لا شرطة لا جيش، الكل انسحبت.